منتجات فلاحية مختلفة تزخر بها ولاية نابل، منتجات ذات جودة عالية ينتظر منتجوها من حرفيين وفلاحين مزيدا من الدعم للتعريف بها وترويجها وتثمينها. احنا البرودوي بتاعنا يتكون في كل ما هو عولة في المجمع، عندنا زيت زيتونة وتحصلنا على ميدالية ذهبية في زيت زيتونة، وعندنا العسل، عندنا البسيسة والمحمصة. مطالبنا احنا يجونا معناتها البلاصة نتاع للمقر نتاعنا ويكونوا احنا المعرض والمنتوج عندنا احنا من منتج المستهلك. علاش نقعدوا احنا نمشوا للمعرض معناتها والترونسبور؟ وساعات الفلاحة تلقى مشكل. مزرعة بروديكتور تاع قنارية يجو ترونسبور من القنارية في الحكوك ونعملوا التثمين تاعها. يعني امور متى تسهيلات امور ادارية بلوتو باباس ونيفو باباس ونيفو دعم، هذا هو شلون هذا هو شلون مطلوب. احنا مجموعة فلاحات ما بعضنا، معناها نسخ من بعضنا نخدم مع بعضنا، كل واحدة عندها الفلاحة نتاعها في شنو. اعتبر انه تثمين المنتجات التونسية تعاون برشا في التعريف بما هو معنى بكل منتج في تونس، سواء في تونس او في الخارج. وفي اطار الاعداد لتنفيذ مشروع المنتجات المحلية للاسواق في مرحلته الثانية الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتثمين المنتجات المحلية والنهوض بهذا القطاع، انتظمت اليوم ندوة للتعريف بهذه الاستراتيجية التي أشرفت على تنفيذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبعض الوزارات الأخرى. الهدف منها شنو استراتيجية؟ هو باش نلموا أكل الفلاحات والفلاحين اللي عندهم منتوجات محلية، باش نخرجوا أهمية المنطقة والمنتوج اللي تزخر به المنطقة من منتوج فلاحي وقاع تحويله بالطريقة التقليدية اللي هما يتسموا لي برودوي تيغوار. دونك الاستراتيجيه هذه هو انه باش نعاونوا هذوما على التسويق نتاع المنتوج نتاعهم، على تحسين الجوده. فما 220 منتوج فلاحي يمكن ان نثمنوه اكثر، وبالتالي وزاره الفلاحه تعطي اهميه كبيره في اطار معناها التنميه المحليه، التنمية الجهوية بالنسبة للمناطق اللي تنتج هذه المواد المحلية هذه. الولاية الحقيقة والحاجة تبنيت الاستراتيجية هذه وأشرفت عليها باش نثمنوا دونك المواد الموجودة في نابل باش نحسنوا ونعطيوها ليدونتيتي ويقع التسويق على المستوى محلي جهوي وطني وعلاش لا على مستوى عالمي. وسيتم تقييم هذه الاستراتيجية التي سيمتد العمل بها على مدى سنتين في ولايتي نابل والقيروان، ومن ثم تعديلها وإعادة هيكلتها قبل تعميمها على بقية جهات الجمهورية.